اجيب لك ولد عمي ازرفه يا عيال. وش رايكم اجيب ولد عمي وفوزه؟ وش رايكم؟ والله هذا فكره. السلام عليكم، اهلا وسهلا، حياكم الله يا جماعه الخير. مزاد المطفرين لنا فتره ما نزلناه، وقررنا اليوم نخليه على ايفون 14. قبل ما نبدا في مقطع اليوم، لا تنسوا تضغط اللايك وتشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات. مثل ما انتم عارفين، سلسله مزاد المطفرين كل ما زاد الدخل داخل القناه كل ما زادت الجائزه داخل السلسله. اشتراكك راح يساعدنا، وبرضه دعمك للمقطع ونشره راح يساعدنا نخلي الجائزه اكبر واكبر واكبر. حلمي في يوم من الايام اسوي في مزاد المطفرين سياره، ولكن مو اي سياره، ابغى سياره جديده. هذه افضل حسابين قاعد تداول مقاطعنا الفتره الاخيره في التيك توك. استمتع في المقطع. السلام عليكم. اهلا وسهلا، حياكم الله يا جماعه الخير. ما عليكم عاد من المرزام والاشياء هذه. انا شخص يا جماعه الخير كاتب: السلام عليكم اخوي الغالي، انا شفت اعلان عندك جوال ايفون بريال صحيح؟ ما تعرف مزاد مطفرين؟ بسم الله عليك الرحمن الرحيم، ابشر. عليكم السلام الرحمه، اهلا وسهلا. عليكم السلام، حياك، مرحبتين، اهلين وسهلين. لا لا خلاص خلاص، ريحة كذا بشك. هذا مو جاي، اذا دقيقه نعدل بس النصف يا جماعه الخير. لا الرحمن الرحيم، هذه يقول لك الشاعر: يا طيب المتابع ويا طيب مجناه، حرا لجتها لوادم نفعها، ما هو مثل اللي حياتها على فاه، زيزوم لجتها المشاكل دفعها، المرجله والطيب والدين تلقى، حرا لجتها لوادم نفعها. يعطيكم يا رجال. اوه بنات بعد عشان ما يقولون يرحم والديك، جاوبني ايه ابيه الجوال. حياك الله، بعطيك فوق سعر لو تبي 10. طيب ما في مشكله، طيب ما في مشكله، حول لي الان. اتوقع الحلقه بتنتهي بدري يا جماعه الخير، ابغى يطول شوي، ما طول. هذا حرفيا راح ينهي الحلقه في اسرع وقت. بس الشيوخ عادي، ممكن ما تنزل الحلقه، ممكن ننزلها شورت، ما في مشكله. كم عندك حبه منا؟ ابي لولدي واحد بعد. الله، الصدق عندي 2. صدق عندي 3. عاد ريال، ايه ركز معي، ريال، ايه ريال، ريال واحد، يعني ما تجي ولا سنتات بالدولار. تقعد تشخص علي من الحين، انهي الموضوع. حسك كذاب على ريال؟ لا انت غبي، انت ساذج، انت مجنون، انت سايكو، معليش على الكلام. ممتاز، ايه هذا اتوقع خلاص بياخذ. ترى اليوتيوب ما يحب احد ياخذها من البدايه اصلا. شوف يا جماعه الخير، تراني كبرت، صرت البس نظاره. اذا شفتوني مسؤول في احد الاماكن اللي عنده يبغى مسؤول، مسؤول ايش هذا؟ دباتكم. لا اله الا الله وحده ولا شريك له. عطني 2 وهات حسابك الان، تجيك الحواله من عندي 50 ريال عشان مصدر رزقك. يقول عطني 2 وهات حسابك الان، تجيك الحواله من عندي 50 ريال عشان مصدر رزقك. والله ولا سعره اقل؟ معك ولا سعره اقل بس تستاهل يا حبيبي، يا حبيبي تتحول 50. جزاك الله خير. طيب انا اعلمك، والله انا اخليك تحول 50. دور لرقم حسابي يا عيال، انا عارف ان السعر اقل بس انا كريم. لا يستهبل هذا، هذا يبغى جدول يا حبيبي من جدك. نرفزني عيال، تكلم بس بعطي رقم الحساب برضو في نفس الوقت، راح اعطيك رقم الحساب بس ثواني، ضيعته يا ولد. اي والله من جدي، يقول يا عيال والله من زمان عم مزاد مطفرين يا عيال، والله من زمان مضيع. حتى ايوه لا تكلم مع احد ثاني، قول لهم انباع. طيب هذا الايبان حق الاسم صالح، يكفي صالح لان ما تمام. انتظرك، انا حسيت اني استهبل والله. لحظ لحظات وتجيك الحواله اخوي. تمام، عطني اللي صار، اول ما توصل عطني اللي صار. يلا ننتظر يا جماعه الخير، نشوف ايش وضعه، وان شاء الله انه يكون يعني في قد محله باذن الله ويستاهل. تحسبني مصدقك يا هطف دز امه، تفهم؟ خلى الله يجزاك خير، الله يجزاك خير، ان شاء الله يجي واحد افضل منك واحسن منك، لان والله العظيم اني متحسف والله اني اعطي، ولكن دام قال كذا الله يجزاك خير، الله يجزاك خير، ما راح احاول فيه. عيال بتقولون اسامه كلمه، ترى اذا كلمته بيجيني من رقم جوال ثاني، فركزوا في الموضوع هذا، فعشان كذا انا ما اكلمه نهائيا، خلاص اقول له، ممكن بعض الناس اقول له بنهايه الحلقه، والفائز اقول له اني انا في واحد. جزاك الله خير، في واحد يرسل لي بعد، حلو حلو. طيب يا جماعه الخير، زبون ثاني، يلا يا رب ان الزبون هذا يستاهل الايفون. ترى انا والله قلت 2 وهو ما هو 2، قسم بالله العظيم انه واحد. لان ارباحي في الشهر الاخير يا جماعه الخير، بس ثواني ضاعت يدي، ارباحي في الشهر الاخير يا جماعه الخير كانت ما يقارب 5000 وشوي، يمكن 5000 وشوي، زدناه وخذنا ايفون، بس هذه هي والله. يلا الشخص الثاني على السريع، السريع السريع. طيب السلام عليكم. عليكم السلام، ان شاء الله انه يكون شخص محترم، باذن الله انه يكون شخص محترم. حطيت لايك ولا ما حطيت؟ تكفى انزل تحت وحط لايك، اذا كنت تشوفني الان لا تنسى تضغط على لايك وتشترك في القناه. رايكم في القصه المقطع اللي فات؟ حلوه صح؟ رجع تابعوها لما تابعها، والله انه فل. حصلت اعلان لك ايفون 14 بريال صحيح؟ اي نعم. ليه ضايق؟ ليه ضايق؟ حط ليه؟ حياك اخوي، ريال واحد ايفون 14. يا رجال انا بكبري ما معي ايفون 14، ترى بس حط عشان المتابعين. وش اللون طيب؟ وش حط له لون؟ انا شفت ازرق، ازرق اتذكر اخر كرتون راح قبل شهر ونص كان لونه ازرق صح؟ كذا البلور اللي نفس هذا، نفس هذا، نفس هذا. احلف. اها والله ما اقدر احلف، اتفقنا في مزاد مطفرين احنا ما نحلف نهائيا. اقول تبي لان في واحد يكلمني، تبي لان في واحد يكلمني، قال شوي بيرجع. الحين هذا ابي حياك الله اخوي، وش اسمك؟ بتعرف عليه شوي. لا تكفى اسحب عليه ابي.
يا اخي الناس كله كيوت، كل الناس كيوت، كل الناس كيوت والله. اللي جديده كيوت عندي 2001 على ابسوط رمضان كيوت يا عبد المرجان هوطي، ما اقول كلام هذا. والله بخاطري فيه. ابدا نبشر، ابشر وانا اخوك. اسمي يوسف. يا الله اخوي لابك من وين؟ نتعرف عليه. سولف معاه. ممكن يجي تفضى. نخوفه شوي. بعده نعطيه البوش ونقول تفضل فزت بالجهاز. كيف طريقة الدفع؟ تحويل بنك. ايش رايكم اقابله؟ عيال ايش رايكم اقابله؟ والله شوف الرياض تبعد عني ساعة و20 دقيقة، أنا في الخير. بس ايش رايكم اقابله يا عيال؟ والله إنها حلوة الفكرة، إني اقابله. هل بيرضى إني أصور؟ ما عندي بنك، عادي أرسل لك بطاقة شحن. أوه صغينوطي. يا حليلة. طيب يا عيال إن قلنا بطاقة شحن ممنوع شيء؟ والله ما أدري، ولكن عندك سي سي بقول له سي سي بي. ما راح يفهم بالعربي، بالإنجليزي. أكتب له بالعربي. يا رب إنه يفهمها، يا رب. ما فهمها أنا بجهزها بالإنجليزي. ما عنده. طيب أنا ودي بشيء عشان يثبت الحوالة بس. طيب وش الحل؟ اتكلم ابوك بقول له وش الحل. كلم ابوك يحول، اشوف انه يكلم ابوه يحول افضل. تبي ستور؟ لا يا القلب، والله واضح انه صغينوطي. كم عمرك؟ يا رب انه يفوز. قسم بالله اني استانس اذا شفت متابعين او واحد منهم كذا. صار عاد الحين صدق طقصوا لي، والله صرت اجيكم فوق مجنون، ما اجيكم في نفس قبل كذا. ابين لكم السلسله انقطعت. اي 16 سنه، الله يطول عمره يا رب يحفظه. طيب خل ابوك ولا اخوك، انت كم؟ كتوقع العمر يا جماعه خير. يلا 27 سنة. راكب بالله، راكب عليه 27. اي والله ابوي مداوم. الله يحفظ لك. اخوك انت اخوي. كيف بالاسلام يا عمري يا عمري؟ والله لا يستاهل شيء. شوف اذا ما حول هذا بحاول اساعده. يا عمري يا اخي شكرا على العقليه الحلوه. صادق بس لازم تحويل. اقدر يا اخي اعطيه الجوال كذا؟ لازم يحول. وقف يا جماعه خير، اذان، خلص الاذان وارجع له على طول. وش اسوي يا اخي؟ والله ايش اسوي يا عيال؟ بس الناس تصدق الكذب ذا. خلي اخلص الاذان وبرد عليه. والله ما حد صار يصدق. لا اله الا الله. افا افا ليه؟ ما تبيه؟ اجل جوال ايفون بريال اقل شيء، اكذب بالسعر وقل 100 ريال. طيب اللي تبي، طيب اللي تبي، انا صاير ما عاد اتحمل والله. اللي تبي حاطه بريال، وانت بواحد يروح يعرض مزاد مطفرين ويقول لكم انه ب 10 ريال بريال عرض. ما راح يتعدى 10 ريال الشهرين ذي الجايه، ما راح يتعدى. اشتراكك وضغطك على زر لايك راح يساعدنا ان الارباح ترتفع ونجيب شيء اكبر. انا صدق ودي اجيب سياره، صدق ودي اجيب سياره، ولكن احتاج. راح ابلغ عليك، انا رايح الشرطه. لا 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 تكفى، لا لا تكفى، والله نمزح. انا اسف، انا اسف يا خوي، تعال تعال. طيب انا اسف، كنت اكذب عليكم، انا اسف، انا اسف. مع السلامه، ما عاد بعودها. بقول له ما عاد بعودها، احس انه كذا فهمتوا شيء مهم. كم سرقت واحد؟ بقول له سرقت 10، بس لا تقول لحد. قليل والله. ساعدني، بقول لك ساعدني، ساعدني ولك النص. اقول له انا اقلد واحد يوتيوبر واسرق. لا بس واسرق، طلعت فلوس كثير. انا براقب حسابك اشوفك تنزل اعلانات كذب، رحت للشرطه. ما تبي تشتغل معي؟ يقول بشتغل. جاك العلم. اوكي ابشر. انا اسف، انت بنفسك تراني ما امزح. اخس يا ابو 16 صاير قوي. اسف. مع السلامه. كم نسبتي؟ اخ بقول له 20. بقول لك كذا 20. لا لا يستاهل. يلا عاد، لا ما عاد ابيك تخوف انت. بجيب لك ولد عمي ازرفه يا عيال. وش رايكم اجيب ولد عمه وفوزه؟ وش رايكم؟ والله انها فكره. طيب تم يا عيال، والله انها فكره. طيب تم، خليه يكلمني. والله لا اصدمه، خليه يكلمني، والله لا اصدمه. طيب قل لي 50 ريال مليار عشان لي 25. تم. يا ويلي يبغى يبيع ولد عمه يا عيال، يبيع ولد عمه يا عيال. والله لا اصدمه صدمه عمره. خليه يجي، يلا ننتظره. طيب يا جماعه خير، في لحظه انتظار ولد عمه بخلي الولد ينصدم. سلام. ارسل يا عيال، والله اللي قايل لكم. اهلا حياك يا عيال. معليش تكفون يا عيال، بحاول فوز هذا. تكفون يا عيال، اللي طالبكم تكفون يا عيال، تكفون. ابغى فوز يا عيال، والله اني تحمست. حياك الله. انا عندي، بقول له انا والله تحمست. حول لي رقم جوالك وجيتك. انا عندي ايفون. اي بقول له جوال ايفون تبيه؟ بقول له تبيه، ترى للبيع ب 50 ريال. يما ما طول، تاكين جنب بعض ذولي ولا ما طول؟ بينه وبينهم دقيقتين يمكن، والله دقيقتين او دقيقه. ابشر يما خبي لي قبل، ليه ما وثق؟ يمكن اسرقه هو ولد عمه. كيف وثق فيني؟ توصلك الحين تحويل. ايه انا اجيب رقم الحساب من جديد، احلف يا بالحلا والله اني صادق. اسوي كذا لصق. تشك ارسل. احلف والله لا قل يا تكفون. ابغى اتنازل عن ذي الحلقه، والله العظيم ابغى اتنازل عن الحلقه ذي. تكفون يا عيال عشان ادب شوي. تكفون ارفع ضغطي. شوفوا كيف بتربع، تشوفون ربع ضغطي. اقول له تبيه البنك الانماء. هي بقول له لا تتردد، بك الانماء. خلاص بحول. تم انتظرك 50 ريال. لو حول 50 ريال نجت باسم. قول عندك السي سي بي، بس
عندك استسي، لان لو قلت له اسم اخاف يعرف اني فيوار، لان في واحد ذاك اليوم يقول اول ما قلت لي حول ورحت دخلت الليل الحواله الدوليه، مو الحواله الدوليه، من بنك البنك ما تحتاج اسم، حط اي اسم وسامة كذا عاد، ولكن البنك اذا كان من نفس البنك مشكله. اكثر حولاتنا اصلا كانت سي سي بي اللي تبي، ابغى سي سي بي، تبي بنك ولا سي سي؟ هذا صامل يا عيال، تراكم سجله فويس، رايكم يا عيال سجله فويس؟ بنسجل الزبون، سجله فويس يا عيال. طيب دقيقه عطني معلوماتك، اقول له ابشر بس دقيقه. والله العظيم بدون ما تحول نهجت خلاص. ايه اصور له صوره، والله بحيد الصوره صح، ايش اكتب له؟ هذا انا صورت له صوره يا عيال، ارسلها له، بكتب فزت معنا بالايفون. ابي ولد عمه يا عيال، ابي معنا، ابي ولد عمه يا عيال، ابي ولد عمه يجي يا عيال، ابي ولد عمه يجي. عرفتك داري، حياك الله، حياك الله. ابغى اطلع لصلاه العشاء. حياك الله، حياك الله اخوي، مبروك عليك. عليك دقيقه بس اجل فويس يا عيال. حياك الله اخوي واهلا وسهلا فيك. نعم معك اسامه. هذا الايفون جاك عشان ولد عمك، راح سلمني على ولد عمك الكلب الحيوان الدذل تمام. اللي كان متفق يسرق. ايوه مزاد وطامرين. ايوه اللي كان متفق يسرق تمام. الحين مبروك عليك الجوال وتستاهله، وراح يتواصلون معك شباب باذن الواحد الاحد. طيب يا جماعه الخير، سجلت له صوت تمام. يقول مطفرين، الله يبارك فيك، تسلم تسلم، الله يبارك فيك تمام، الله يعطيك العافيه، بالتوفيق، وسلمني على ولد عمك. على لا لا صدق صدق. ولد عمك تكفى، ما شاء الله، هذا رزقك جاك وانا اخوك، هذا رزقك جاك، سلمني ولد عمك. هذا الشيء الاول. شيء ثاني، راح يتواصلون معك الشباب ياخذون معلوماتك، راح يتواصل معك رقم اخر 3. طيب ما شاء الله ما شاء الله، هذا عشانك تصلي، معليش نحذف الفويس. راح يتواصلون معك الشباب رقم اخر 5-2. باذن الله يكات لب قلبك يا حبيبي، وتستاهل جوال ايفون 14 برو ماكس. مع السلامه. طيب يا جماعه الخير، لهنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم. يستاهل الرجال، صار موقف شوي غريب ولكن والله العظيم انه يستاهل. واشوفكم في مال لا تضغط لايك وتشترك في القناه. السلام عليكم.